صباح الخير عليكم، أنا الفنان مرتضى الناصر ومتظاهر سلمي. تعالوا أحكي لكم عن الأشياء اللي حلوة اللي هنا والأشياء المو حلوة. الأشياء الحلوة هي جمعتنا بهذه الخيمة الشباب من كل المحافظات، الكل عندهم إصرار وعزيمة على تحقيق إرادتنا وإرادة الشعب العراقي، وهي استقلال العراق. والشيء المو حلو يعني صعوبات هنا بالساحة شوية، الحمامات، البرد، يعني طبعاً أما عن المطر يعني المطر يعني هاي مشكلة كبيرة يعني عانينا منها، بس الحمد لله الشباب تعاونوا بما بعضهم وجبنا هاي سكيبات خشب وخليناها حتى لا يدخل لنا المطر. أنا ضايع وحاير كل شي ما بيدي، أنا طير انكسار والناح تغريدي، أنا واصل السابع جار تنهيدي، ملامح وجهي ما تطابق مواليدي. وعن بعد عناء طويل وبعد هاي المسافة الكبيرة مشيناها أنا وأخوي المصور، راح نلقى أكل ولقينا أكل إن شاء الله، بس هذا السرباع تعال شوف المعاناة. قلبي لحد الموت وصلت. أنتوا تعرفون أنا يعني صارنا 3 أشهر هنا، هم نشتاق لأهلنا وهم نشتاق لأصدقائنا. تعرفون صعوبة التليفون هنا، شبكة ماكو، فنضطر إنه نروح ساحة الطيران حتى نخابر أهلنا. وبعد كل هذا المشي اللي مشيناه هسه يلا وصلنا الحمامات. طبعا هذا يمكن حمام واحد هنا، طبعا تعرفون الجو البارد هنا والمطر، فاغلبنا وقع بالقاضيه وين وقع بفلاونزا وبلاعيمه، فجزاهم الله خير المفارز الطبيه والاطباء هنا متعاونين ويانا. بقانا هنا حر برد وجوع وكل المعاناه اللي حكيت لكم اياها كلها هاي تهون من اجل شنو؟ اقول لكم شنو هذا الشيء؟ من تقعد الصبح وتصبح بوجه نصب الحرية، نصب جواز سليم. راجعين معمور احنا بيدنا نداوي جرحنا، راجعين البيت هنا ايد بيد اللمش من يلا أني بعد وصلت لكم الرسالة. أجواء التحرير نقلت لكم إياها اليوم، بردها وجوعها ومعاناتها وجماليتها اللي هي أكثر من معاناتها، فأتمنى أنه وصلت لكم الصورة أبسط ما يكون، وأتمنى أنه وصلت رسالتي هي رسالة السلام، وأني راح أنام لين تعبت. مع السلامة.